ما تنساوش من بعد ما تابوناو عندي في القناة، أو من بعد ما تضغطوا على زر الاشتراك أنكم تفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. السلام عليكم، معكم حنان، مرحبا بكم في حصة جديدة. اليوم غنحضروا ان شاء الله مجموعين واحد الدسير بالشوكولاتة، دسير لذيذ بزاف كيجي مذاقو بحال دونات. اذا بلا ما نطول عليكم نبداو في المقادير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو 500 مللتر ديال الحليب. انا هنايا استعملت الحليب كامل الدسم. غنحتاجو كذلك 40 مللتر من كريمه الخفق، او تقريبا واحد 3 المعالق كبار. انا مستعمله هنايا كريمه فيها تقريبا نسبه الدهون فيها كتوصل ل 35%. غادي نحتاجو كذلك لواحد 50 غرام ديال الشوكولاتة السوداء، تقريبا فيها نسبة الكاكاو 52%. غادي نحتاجو كذلك لواحد 10 غرام ديال الدقيق ديال الروس. ماشي مشكل لما كتوفروش على الدقيق ديال الرز، ممكن انكم تستعملوا النشا في المكان ديال الدقيق ديال الارز ماشي مشكل. وغنحتاجوا كذلك لواحد 15 غرام ديال الكاكاو بودرة المر، وغادي نحتاج 30 غرام ديال النشا الذرة، وواحد نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا، ورشة من الملح. وغادي نحتاج وكذلك لواحد 100 غرام ديال السكر حبيبات. اذا كناخذ واحد الاناء كنوضعوا فيه السكر ديالنا، كنغربلوا فيه الكاكاو، النشا الذره، نشا الارز، كنغربلوا داكشي كامل. المهم غير باش نتاكدوا بان ما عندنا حتى شي حبيبات. من بعد كنبداو نضيفوا الحليب شويه بشويه وحنا كنخلطوا. من بعد كمريت الشوكولاتة خديت فيها واحد 50 غرام. بالنسبة لهاد الشوكولاتة أول مرة كنستعمل هاد لامارك ديال فين كاري، ولقيت كل كاري فيه تقريبا 10 غرام، يعني كل فوا كتقطع كتلقى 10 غرام، وفغيمون عبرتهم لقيت فيهم 10 غرام في المربع الواحد ديال الشوكولاتة، وهما اصلا كاتبينها فوق منها. المهم حاولت باش نقطعها بالسكين، جاتني شويه قاصحه لانها شوكولاته دو كوفيرتور، يعني شوكولاته من نوع ممتاز. ماشي يعني ملي تبغيو ديروا هاد الدسير هذا ضروري ضروري تستعملوا شوكولاته زوينه، شوكولاته اللي زوينه تاكلوها، يعني تعجبكم ملي كتكونوا كتاكلوها باش كتعطيكم واحد الدسير مزيان. اما اذا درتو غير داك سكر شوكولاتي اللي كنديروا في الحلوى، داك ما غاديش يجي بنين، ما غاديش يجي بنين، غير يعطيكم الكولور ايه ولكن ما غاديش يجي بنين. دونك انا حاولت بشرتها، يعني بحال اللي حكيتها او لا اقش، يعني المهم غير باش تكون عندي شويه طريفات صغيورين باش تسهل في ساعه تدخل في الخليط. من بعد خديت الخليط ديالي ودعته في صوص بان في كاسرونه، ودرته فوق النار وخليته، يعني بقيت كنحركو بالسباتول، بقيت كنحركو مزيان باش ما يلصقليش من التحت. اون فوا بدا كيغلي ليا الخليط ضفت ليه الشوكولاته، ومن بعد ضفت ليه الكريمه وبلست كنخلط فيه. صافي من بعد حيدتو وصفيتو. من بعد ما صفيتو كبيتو في اولا فرغتو في دوك الزليفات صغيورين، خليته حتى برد ودخلته للثلاجة باش كمل يعني برد ليا عاد اكثر. وبالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، كتزينو باش ما بغيتو. انا زينت بالقرقع اولا بالوالنات، يعني القرقع ما عرفتش عين الجمل واقيلا كيقولوا لي بالعربيه. المهم زينت بالقرقع، المهم التزيين كيبقى شيء اختياري. كيف كتلاحظوا الدسير ديالنا كيجي لذيذ بزاف وكيجي بالمذاق ديال دانات. فنتمنى انكم تجربوا الوصفه وتجربوها بشوكولاته ممتازه باش تعطيكم واحد المذاق رائع.
نتمنى الفيديو ديالنا ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش لعجبكم الفيديو ديروا جيم لا فيديو وتخليوا ليها شي كومونتير. نتلاقاو ان شاء الله مع الوصفه القادمه اللي غادي تكون تشيز كيك او لا اوريو تشيز كيك. وصفه جديده ف نتلاقاو من بعد ان شاء الله معها. تهلاو فريسكم. السلام عليكم.